هذه أخطر رحلة صيد، بل إنها إبحار نحو المجهول بلا قارب حقيقي. يمتطي محمد حميد وصديقه أمواج البحر كل يوم في رحلة البحث عن قوته وقوت أسرته، بعصاة صغيرة وكومة من الأكياس المحشوة بمواد بلاستيكية. يصارع محمد ورفيقه الأمواج والرياح الشديدة في معركة من أجل البقاء. كانت سطوة البحر أشد من إمكاناتهما، لقد أجبرتهما على الاستسلام والخروج بمحصلة متواضعة من الحبار. هذه حكاية تلخص مأساة العديد من الصيادين في منطقة المنفاح الواقعة شرق مدينة راس العارة بمحافظة لحج. جمع هذه البوش من البحر، يعني قطعة بوش، يعني جمعناها إلى نسويها إلى نتيجة كأنها كهرباء نستعد بها السيد وتبدأ بعمل. يعني سويتها أول يعني قبل يعني كما شهر واحد، لما تجي الأزياب نشتغل بهذا، لكن كما الآن لما تكون رياح موسمية نروح إلى البحر يعني ساعات بس نخرج. عشرات القوارب هنا خاوية بلا محركات ولا معدات، فالحرب المستمرة في البلاد منذ 8 سنوات وغلاء أسعار الوقود كلها عوامل عطلت شريحة واسعة من الصيادين. يأمل محمد ورفيقه أن يأتي يوم يتمكنان فيه من الإبحار بأمان، وقد امتلك قوارب مجهزة تعينهما على الصياد كل أنواع الأسماك ليوفر الاحتياجات الأساسية التي شقت عليهما في زمن الحرب.